نعم صلاح، فور أن خرج ما يعرف بالسبت المقدس تجددت هذه المظاهرات في عشرات المواقع مع مرور 400 يوم على هذه الحرب واحتجاز الرهائن أو المحتجزين الإسرائيليين. خرج الألاف وأيضا عائلات المحتجزين في عشرات المواقع في كبرى المدن القدس المحتلة، حيفا وأيضا تل أبيب. أيضا كذلك هناك كان اعتقال من قبل الشرطة الإسرائيلية لثلاثة متظاهرين في محيط منزل بنيامين نتنياهو بداعي الإخلال بالنظام العام. على أي حال، تصريحات عائلات المحتجزين في ثلاث محاور أساسية تفيد بداية أو تطرقت إلى إقالة جالانت، تعتبر أن الوزير الجديد كاتس هو صوري وحجر شطرنج لدى بنيامين نتنياهو، وبالتالي أيضا استندت في هذه المظاهرات تصريحات عائلات المحتجزين على تصريحات جالانت لهم في الاجتماع الأخير في اجتماع الوداع الذي جمعهم به والذي أشار به إلى أن بنيامين نتنياهو هو من يعيق هذه الصفقة وأن الشروط نضجت للتوصل إلى صفقة ولم يبقى أي شيء أو أي هدف في قطاع غزة عسكري يمكن تحقيقه بعد. على أي حال، عائلات المحتجزين أيضا تقول أن بنيامين نتنياهو يطيل أمد هذه الحرب لدوافع سياسية شخصية تخدم بينغفير، تخدم سموتريتش. أيضا كذلك أبدو خشية من الغياب الدور القطري من أن يؤثر ذلك على مسار هذه المفاوضات وإعادة المحتجزين، وكذلك أيضا للفضائح مع هذه المظاهرات. يا رازي صلاح، هذه المظاهرات تقول عائلات المحتجزين أنهم يأتون يصرخون يبكون ولا أحد يسمعهم، بمعنى أن بنيامين نتنياهو لا يتعامل مع هذه المظاهرات، لا يستمع لها، لا يصغي لها، وبالتالي أيضا ما زالت تفشل عائلات المحتجزين بفعلا بكسب تعاطف الشارع الإسرائيلي بأن يخرج عن على بكرة أبيه ليتظاهر، وبالتالي أن يكون فعلا هذه المظاهرات رافعة ضاغطة وعامل ضاغط على بنيامين نتنياهو للذهاب إلى صفقة. حتى لحظة هذه المظاهرات ليست مليونية، ليس كما يتم تصويره أو كما يخيل، نتحدث عن الألاف يخرجون يعودون إلى سرعان ما تنتهي هذه المظاهرات، يعودون إلى منازلهم لتتجدد هذه المظاهرات الأسبوع المقبل، وهكذا دواليك هكذا يستمر، ولكن لا أحد يتعامل مع هذه المظاهرات من قبل الحكومة الإسرائيلية بأي جدية، رغم أيضا أنها اتخذت أشكال عمليا، استنفذوا كل شيء، فعلوا كل شيء ليتم إقناع الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات جدية نحو إعادة المحتجزين وتقديم تنازلات. قالوا بشكل واضح عائلات المحتجزين هذه الليلة بأن الطريق الوحيد لإعادة المحتجزين من قطاع غزة هو إنهاء هذه الحرب، يشيرون إلى تعنت بنيامين نتنياهو، إلى أن محور فيلادلفيا كان كذبة كبيرة، وإلى أن نتنياهو يعمل على هندسة الرأي العام الإسرائيلي ضد عائلات المحتجزين. ولكن أيضا في المقابل فعلا هناك من يعزو هذه المشاركة التي تقتصر فقط على الألاف صلاح في إسرائيل إلى أن هناك حالة يأس إحباط تعم الشارع الإسرائيلي جراء استمرار هذه الحرب. كذلك المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع عسكري، الكثير منهم يخدمون في خدمة الاحتياط، وبالتالي هناك عوامل عديدة تشير إلى أن المجتمع الإسرائيلي ليس في حالة تفاعل مع هذه المظاهرات وتنعكس عليها هذه العوامل. على أي حال، تطرق أيضا عائلات المحتجزين إلى الفضائح الأمنية التي أيضا هي تتطور سريعا التحقيقات حولها والتي تتعلق بمكتب بنيامين نتنياهو. نتحدث عن أربع قضايا خطيرة جدا، تقول عائلات المحتجزين أن بنيامين نتنياهو عمل على هندسة الرأي العام الإسرائيلي ضدهم. هذا يعود إلى القضية الأولى التي كانت تفيد بأن مكتب نتنياهو عمليا سرق وثائق من الجيش الإسرائيلي وقام بتحويرها، تسريبها إلى الإعلام الأجنبي وبتشويه هذه الوثائق بحيث تعزز رواية بنيامين نتنياهو حول ضرورة البقاء في محور فيلادلفيا. هذا بعد الأنباء التي كانت عن مقتل 6 محتجزين إسرائيليين بعد أن دخلت إسرائيل إلى محور فيلادلفيا وإلى رفح. على أي حال، بنيامين نتنياهو كان يريد أن يعزز هذه الرواية أمام الإسرائيليين وأن حماس تنوي تهريب الأسرى إلى خارج قطاع غزة، وبالتالي أيضا هذا ما يتم فحصه، علاقة بنيامين نتنياهو مباشرة بهذه التسريبات وإذا جاءت لخدمته. في المقابل أيضا، هناك غدا المحكمة القضاء الإسرائيلي سينظر بتمديد اعتقال المشتبهين من مكتب نتنياهو، ونتحدث عن 4 مشتبهين يتم التحقيق معهم حتى هذه اللحظات، البعض يتم عمليا حرمانه من ملاقات أي محامي للترافع عنه، وبالتالي أيضا ما زالت التحقيقات جارية في هذه الشبهات وأيضا بما يتعلق بنيامين نتنياهو إذا كانت له صلة مباشرة. أيضا القضايا الأخرى تتعلق كذلك، وهذه قضية تتفاعل حول تسريب حساس جدا وفاضح لأحد الضباط الذي يتعامل مباشرة مع مكتب بنيامين نتنياهو وأيضا بحوزته معلومات هامة وسرية، وهذا بهدف الحصول على وثائق وأيضا تحريفها وكذلك أيضا تشويهها، بحيث الإشارة ووفق ما كشفته أيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية في الساعة الماضية بأنه قام مسؤولون في مكتب نتنياهو بالحصول أو طلب من موظفة
في مكتب نتنياهو هاتفها لكشف محادثات تجمع محادثات شخصية تجمعها بهذا الضابط الكبير والحصول عليها، بالإضافة أيضا إلى مشاركتها مع موظفين آخرين في مكتب بنيامين نتنياهو، وأيضا أي كذلك الحصول على توثيق من كاميرات المراقبة لهذه الموظفة ولأيضا لهذا الضابط، وبالتالي محاولة ابتزازه للحصول على هذه الوثائق. أيضا قضايا أخرى تتعلق بتسريب وثائق من جلسات الكابينت، وثائق حساسة أيضا بجلسة تتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية لاهاي، وأيضا محاولة لتحريفها. معظم هذه التسريبات وأيضا كذلك القضية التي كانت بخصوص جالانت وتسريب كذلك فيديو وهو يتعارك مع أحد الأمنيين في جلسة إحدى جلسات الكابينت بعد 7 أكتوبر، وذلك لابتزاز جالانت. محور كل هذه القضايا صلاح، وهذا ما يشيرون إليه بإسرائيل، لتبييض صفحة بنيامين نتنياهو وإبعاد أي صلة أو أي علاقة مع أحداث 7 أكتوبر أو أي فشل من الممكن أن يعزو إليه، لأن بنيامين نتنياهو لطالما حاول أن يحمل المؤسسة العسكرية فقط المسؤولية عن 7 أكتوبر وأيضا للتملص من أي تحقيقات ممكنة بعد انتهاء هذه الحرب بما يتعلق بإقامة لجنة تحقيق رسمية، وبالتالي كل هذه التسريبات بهدف تحريف وثائق تتعلق أو تعفي بنيامين نتنياهو من أي مسؤولية وتحمل الجيش فقط المسؤولية. إذن بنيامين نتنياهو يشيرون في إسرائيل إلى أن مكتبه وفقا لمسؤولين إسرائيليين يتعامل كعصابة إجرام يتجسس على الجيش الإسرائيلي ويتعامل فعلا كعصابة إجرام جراء هذه القضايا الأمنية التي تعصف وما زالت حتى اللحظة هي في إطار الشبهات وما زالت التحقيقات تحوم حولها ومستمرة.